حول الأسواق العالمية وأيضا ترقب هذا الاجتماع لأوبيك بلاس. تنضم إلينا لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي كروب. لينا خلينا نبدأ بالنفط، بما أنه أيضا عم نتوقع يمكن هذا الاجتماع أن نشهد نوع من التراجع بأحجام الإنتاج، نتحدث ما بين المليون إلى مليون ونصف النقطة المئوية. يعني ما هو المرتقب من هذا الاجتماع برأيك، وخصوصا أن كل التقارير العالمية عم تتحدث عن تراجع طلب كبير يأتي من الصين الآن نتيجة لفيروس كورونا؟ صباح الخير ميسا. بالفعل ميسا، هناك تراجع في الطلب الكبير على النفط الخام بسبب أكبر ثاني مستهلك للنفط وهو الصين، وتداعيات المخاوف ما زالت والهاجز الأكبر فيروس كورونا، بحيث وصل عدد حالات الإصابة إلى 95,000 والحالات القائمة تحت 39,000. ما زال نرتكز إلى بؤرة هذا الفيروس. نحن نتحدث عن كوريا الجنوبية وعن عن إيطاليا وإيران، بالتالي وصول عدد حالات الإصابة تقريبا إلى 84 دولة. بالتالي هناك ترقب لاجتماع أوبيك بلس، ولدينا اجتماع اليوم واجتماع غد لأوبيك وأوبيك بلس حول تعميق تخفيض الانتاج. الحديث كله عن مليون ونصف برميل يوميا، بالتالي لو فعلا تم تخفيض هذا الانتاج إلى أكثر من مليون برميل سوف يكون هناك ارتفاع لأسعار النفط. لكن لو تم تخفيض الانتاج بنطاق ضيق على الحديث اللي كان متوقع تحت المليون، نتحدث عن 600,000 برميل، سيكون هناك نطاقات ضيقة، ارتفاعات محدودة سوف نشهدها على أسعار النفط. المعضلة أو المشكلة نحو الجانب الروسي، لم يتخذ إلى الآن الموقف الروسي أي إجراءات حول تخفيض أو تعميق الإنتاج. نحن نترقب فعلا، هل روسيا الموقف يظهر أنها سوف تبقي تخفيض الإنتاج عن المستويات التي تحدثت عنها هي المليون ومئتي ألف برميل، لكن سنشهد خلال اليوم ويوم غد هل فعلا سيكون هناك تخفيض للإنتاج؟ طبعا الذهب في الفترة الأخيرة تلقى دعما واضحا من فيروس كورونا، وأيضا شهدنا من الفيدرالي مؤخرا. ماذا برأيك في المرحلة المقبلة، أين تتجه أسعار الذهب، خصوصا نحن الآن يعني فوق مستويات 1640 1650 عند هذه المستويات؟ نعم، شهدت أسعار الذهب ارتفاعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس، لكن نشاهد اليوم أن يعني بشكل عام تذبذبات ضيقة سوف نشهدها خلال الفترة القادمة، لكن على المدى المتوسط والطويل سوف نشاهد ارتفاعات لأسعار الذهب وصولا ربما إلى مستويات أعلى من 1700 نقطة، لكن يعني بسبب المخاوف من تداعيات تأثير فيروس كورونا، لأن هناك قلق بالفعل من ارتفاع عدد حالات الإصابة في أكثر من الدول، وأيضا تحركات البنوك المركزية. رغم تحركات البنوك المركزية التي نشهدها حول خفض أسعار الفائدة لها تأثير إيجابي على أسعار الذهب، وخصوصا أنه من المحتمل أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخطوة ثانية حول تخفيض أسعار الفائدة في على المدى القريب، نتوقع بأن يقوم ب 50 نقطة أساس تخفيض إضافية، وبالتالي هذا سوف يدعم أسعار الذهب نحو الارتفاع. نحن نترقب بالفعل خطوات أكثر من البنوك المركزية حول تخفيض لأسعار الفائدة، رغم أنه الحديث إذا تحدثنا أنه لن تكون كافية هذه السياسات كافية بالفعل التي تقوم بها البنوك المركزية حول تقليل حد عدد الإصابات، لأن المشكلة ليست مشكلة سيولة وإنما هي مشكلة في الإمداد. نعم لينا، أخيرا يعني هل نتوقع أنه تستمر عملية الارتفاع بالنسبة للأسواق اليوم، يعني وخصوصا أنه الكثير من السياسات النقدية اللي عم يأخذها المركزي اتجهت لها السياسات الأخرى في البنوك المركزية الخليجية وغيرها، وأيضا ما زال يعني في حذر واضح بالنسبة لفيروس كورونا مع زيادة عدد الإصابات، بالتالي هل سنرى مزيد من المكاسب إلى حين أن يتخذ الفيدرالي مزيد من الخفض؟
نعم ميسا، نتحدث عن الأسواق العالمية التي شهدت بالفعل تراجعات في جلسة أول أمس بسبب تخفيض أسعار الفائدة. يجب كان أن يكون لها، نتوقع كان تأثير إيجابي، لكن لم نشهد هذا التأثير. كما ذكرت قبل قليل أنه المخاوف أكبر من ذلك، لأن هي المشكلة ليست مشكلة سيولة وإنما هي مشكلة في سلاسل الإمداد. بالتالي تحركات البنوك المركزية لو تم الخفض سوف نرى التأثير الإيجابي، لكن يجب أن يكون بالفعل تحرك من قبل الحكومات حول تحركات أخرى حول نوع من التحفيز. نحن طبعا نترقب من البنك الفيدرالي الأمريكي كما ذكرت أن يكون هناك تخفيض لأسعار الفائدة، نترقب من البنك المركزي الأوروبي هل فعلا سيقوم بخطوة أسعار الفائدة بالرغم من الفائدة سلبية في منطقة اليورو. كل هذا ربما ستدعم الأسواق، لكن على المدى البعيد لا نعلم هل فعلا السياسات التي نتبعها الآن حول خفض أسعار الفائدة فعلا هل هي كافية بأن تكون داعمة للأسواق. نشكرك لينا قنوع محللة أسواق المالية في إكويتي.